رسول الله، هذا رجل ظاهره كباطني، هذا رجل حياته في الخارج كحياته في الداخل. فما أحوجنا أيها الأحباب الكرام إلى أن ندخل في السلم كافة، إلى أن نأخذ هذا الإسلام كما أنزله الله تبارك وتعالى. لأن الإنسان ينبغي أن يتذكر أننا في منتصف آيات الصيام نجد قول الله: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. نحن نعاني من رجل في مسجده قديس وفي بيته إبليس، نعاني من امرأة في مسجدها قديس وهي في بيتها إبليس. لا بد يا إخواني أن نعود لنطبق شرع الله، نعيش مع هذا الدين العظيم. أما رسالة الأخيرة فهي بشرى للصائمين وبشرى لنا جميعا بأن هذا الشهر هو شهر التوبة، وباب التوبة مفتوح، وتوبة ربنا الرحيم ورحمة الرحيم تغدو وتروح، تغدو وتروح. بل إن ربنا الكريم يفرح بتوبة عبده، لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه: من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. صورة بديعة، إنسان في الصحراء على ظهر الدابة الطعام والشراب كل ما يحتاجه، ندت منه الدابة، هربت منه الدابة، اجتهد في البحث عنها، تمدد ليموت، يئس، استسلم. وبينما هو كذلك تدل الخطام على وجهه فأمسكه وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. تخيل الفرح هذا العظيم الكريم الرحيم، أشد فرحا بتوبة عبده من هذا برحلته. وسيجد الناس من ربنا التواب خيرا، الذي ما سمى نفسه تواب إلا ليتوب عليه، ولا سمى نفسه رحيم إلا ليرحمه، ولا سمى نفسه غفور وغفار إلا ليغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. فلندخل في أبواب التوبة ونعجل بالتوبة. واعلموا أن إخواننا في غزة وأهلنا في السودان والمستضعفين في كل مكان ينتصر بتوبتنا، ينتصر بطاعتنا لربنا تبارك وتعالى. وكان الفضيل رحمه الله إذا احتشد جيوش الإسلام للفتح يقف أمامهم فيدعوهم إلى التوبة، لأن المعاصي أخطر علينا من عدونا، لأن المعاصي أخطر علينا من كل عدو. يذكر الجيوش الخارجة لتقاتل في سبيل الله بأن تجدد التوبة، والتوبة أمرها عظيم، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فما أحوجنا إذن إلى أن نتوب ونعود إلى الله تبارك وتعالى. وتذكروا أن للتوبة شرائط، أولها الإخلاص فيها لله، الإخلاص في التوبة لله. فليس تائب من تاب كما قلنا خوفا على الكلى أو خوفا من الإيدز أو خوفا من الشرطة، الإخلاص فيها لله. ثانيا الصدق فيها مع الله. وحذاري يا عبد الله من توبة الكذابين، قال عليه أن يتوب اللسان والقلب متعلق بالمعصية متشوق لأيامها وذكرياتها يفاخر بها. ثم عليك يا عبد الله أن تتوقف عن الذنب وأن تعزم على عدم العودة للذنب وأن تندم من هذا الذنب. وإن كان في هذا الذنب حق لخلق الله لا بد أن ترد الحقوق إلى أصحابها، فإن التوبة لا تغفر الذنوب المركبة التي فيها حق للعباد وحق لرب العباد. أما الغفار فإنه غفار لمن تاب، لكن حقوق الناس بالمشاحة. وكأني بالخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه يصعد على المنبر ومعه عصا في يده يقول: أيها الناس، من ضربت له ظهرا فليتقدم وليأخذ بحقه، من ظلمته في عرضي فليتقدم وليأخذ بحقه. قال ابن عوف: ما يا أمير المؤمنين، أتريد للناس أن يضربوا أمراءهم؟ قال: إليك عني يا ابن عوف، فإني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه الآن، يعني في هذه الدنيا، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فما أحوجنا إلى أن نتوب ونعود إلى الله تبارك وتعالى. وها هي النفحات، فتعرضوا لنفحات ربكم. نسأل الله العظيم أن يعجل بنصر أهلنا في فلسطين، وأن يبرم لأهلنا في السودان أمر رشد، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق والدين. اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم أرنا في أعداء الإسلام يوماً أسودا كيوم فرعون وهامان وقارون. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تم الكلام، وربنا محمود وله المكارم والعلا والجود، وعلى النبي محمد صلواته ما ناح قمرهم وأورق عوده. وأستغفر الله العظيم لي ولكم، جزاكم الله خيرا، وتقبل الله منا ومنكم.